واحد بيقول اريد ان احصل على نعمة الصوم من سات سيفن برضه، اريد ان احصل على نعمة الصوم ولكني لا اعرف كيف اصوم، فماذا افعل؟ ازاي اخ متعرفش ازاي تصوم؟ على الاقل قل لاب اعترافك يشرح لك ازاي تصوم. ان ما عرفتش انا اصدرت لكم كتاب اسمه روحانية الصوم، ممكن انك تقراه. لكن كل انسان بيصوم، حتى الوثنيين بيصوم، ازاي ما تعرفش تصوم؟